السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن موبايل جديد شركه اوبو اعلنت عنه، والموبايل دوت موبايل اوبو A2 برو. وانا عايز اقول لكم الموبايل دوت موبايل مكتسح الفئه المتوسطه وفي نفس الوقت اقلهم في السعر، لكن يعني مواصفاته الصراحه جامده، فعايزك تركز معايا عشان تعرف كل التفاصيل. اول حاجه نبدا بيها هي الهيكل. طول الموبايل دوت هو حوالي 163 ملي، وبعرض 74 ملي، وبسمك 8 ملي، والوزن بتاعه عامل 183 جرام، وبيدعم تركيب شريحتين اتصال مع دعم شبكة الـ5G، وبيجي معمارية IP54، يعني نقدر نقول عليه مقاوم للأتربة ورذاذ الماء، لكن ما ينزلش تحت المية أبدا. وبالنسبة لصوته الخارجي فبيجي أحادي واستغنى عن مدخل 3.5. أما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع أموليد بمساحة 6.7 بوصة مع نسبة استحواذ بتوصل لـ 90% وبدقة 1080 في 2412 بكسل وبأبعاد 20 إلى 9 ومع كثافة بكسلات 394 بكسل لكل بوصة، وبتيجي بقوة إضاءة 950 شمعة ومع معدل تحديث عالي واللي هو 120 هرتز، وكمان بتدعم المليار لون. وطبعا الشاشة ديت شاشة ممتازة، أنا بالنسبة لي ينقصها حاجة واحدة بس، إنها مفروض يجي عليها طبقة حماية. اما بقى بالنسبة للرام والذاكرة فالموبايل هنا بيجي بتلات نسخ، الاولى 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والتانية 256 جيجا مع 12 جيجا رام، والتالتة 512 جيجا مع 12 جيجا رام من نوع UFS 3.1، وللأسف يعني مش بيدعم تركيب ميموري كارد. اما بقى بالنسبة للسوفت وير والمعالج فالموبايل دوت بيجي بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة كولر OS 13.1 مع معالج ميتاتك ديمنسيتي 7050 بمعمارية 6 نانو وبتردد 2.6 جيجا هرتز مع معالج رسومي مقلي جي 68. وبالنسبة لي يعني اداء المعالج دوت فده معالج كويس جدا، هيديك اداء محترم كموبايل في الفئة المتوسطة، ويعتبر كمان افضله من ناحية الاداء عشان المعالج دوت قوة انويته كويسة اللي هي 2.6 جيجا هرتز، وكمان موفر للطاقة بسبب معمارية التصنيع واللي هي 6 نانو. اما بقى بالنسبه للكاميرات فالموبايل دوت بيجي باتنين كاميرا خلفيه، الاولى بدقه 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.7، والكاميرا الثانيه بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4، وديت كاميرا للعمق وبيجي معاه فلاش LED وبيدعموا تقنيه البانوراما والHDR، ويقدر يصور فيديو بدقه 4K بسرعه 30 فريم وبدقة Full HD بسرعة 120 فريم. أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.0، وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 فريم. وبالنسبة ليعني أداء جودة الكاميرات ديت فأنا أحب أقولك إن ده هيكون كويس، لكن ما أعتقدش إنها تكون الأفضل في الفئة السعرية بتاعتها، وبالذات يعني ده يعتبر من أول الفيديوهات اللي بتنزل على الموبايل، فللأسف مفيش حد جربها وأنا يعني هنقول التجربة بتاعته. أما بقى بالنسبة لباقي التقنيات فالموبايل دوت في واي فاي من الإصدار السادس، وبلوتوث من إصدار 5.3، ومعه كمان GPS وتقنية NFC والIR لكن مفهوش راديو. أما بقى بالنسبة للبطارية فبتيجي بالساعة 5000 ملي أمبير، وبتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط مع شاحن من نوع Type-C2، وبيدعم كمان خاصية الأوتو جي. وأنا عايز أقولك البطارية ديت اللي هي 5000 ملي أمبير مع سرعة شحن 67 واط تشحن البطارية من 0 ل 55% في حوالي 20 دقيقة، يعني كلها على بعضها كده حوالي الساعة إلا تلت. وبالنسبة للألوان فبيجي بلون الأسود والأرجواني والبني. وبالنسبة لسعر الموبايل فالموبايل دوت اتعلن عنه بسعر 255 دولار، يعني حوالي كده بالمصري 8000 جنيه مصري، وبالسعودي 955 ريال سعودي، وكمان من ناحية الدينار الجزائري 35000 دينار جزائري. وبالنسبة لبقى الدينار العراقي هيعمل حوالي 336000 دينار عراقي. وطبعا بقى التفاصيل او اي حاجة تانية هتلاقوها في وصف الفيديو، بس طبعا رأيك تحت في التعليقات مهم، سواء بالإيجاب او بالسلب، هتفيدني او تفيد اي حد تاني عايز يشتري الموبايل، بالذات كمان لو انت جربته في ايديك. بس ما تنساش في الاخر برضو تعمل لايك سبسكرايب وشير، والسلام عليكم.